السلام عليكم. مين اللي معانا كده في اللايف؟ لما حد يدخل كده يقول لنا الصوت شغال ولا لا؟ الصوت شغال؟ الصوت شغال؟ حد عرفني الصوت شغال ولا لا؟ الصوت تمام. الصوت شغال يا دكاترة؟ حد يقول لي الصوت شغال ولا لا؟ طب زي الفل. طيب استنى دقيقة كده الناس تجمع وبعد كده ندخل في الموضوع على طول. تمام. أنا مش عايز أطول عليكم عشان الوقت اتأخر وفي ناس عايزة تنام، فهنحاول ننجز. ازيكم من الأول وعاملين إيه؟ طبعا إيه، اللايفات اللي فاتت اتكلمنا في حاجات كتير، والنهاردة هنتكلم عن الروتاري. مش عايزين نتكلم في الكورة ومين كسب ومين خسر، بس ألف مبروك للنادي الأهلي لأن أنا أهلاوي، وهارد لك لبتوع الزمالك جماعة الخسرانين الله يكون في عونهم. وندخل في موضوع النهاردة على طول. طبعا إحنا أخرنا بسبب الماتش، ومعلش بقى للناس اللي نامت أو الناس اللي عايزة تنام، ومش هطول عليكم ونكمل ندخل في الموضوع على طول. النهاردة إحنا جايين نتكلم عن الروتري. أنا عارف إن الحاجة دي الكلام فيها هيبقى زي دردشة كده، وبعد كده أقول لك إزاي تشتغل بيه. بس أول حاجة، مشكلة الروتري بالنسبة للناس اللي في بداية حياتها إن زي ما إحنا عارفين الأجهزة كتير قوي، صح؟ ودايما أنت بتبقى محتار وعندك مشكلة في أجيب إيه؟ ما أجيبش إيه؟ إيه الجهاز اللي هيبقى كويس؟ إيه الجهاز اللي مش هيبقى كويس؟ والقصة دي. دي نقطة. طيب عشان نتكلم في الموضوع ده أهو، أنا مش جاي النهاردة أعمل لك دعاية لحد، ولا جاي أتكلم على شركة معينة، ولا جاي أتكلم عن جهاز معين، لا. إحنا هنتكلم كام حاجة كده أعرفهم الأول قبل ما تجيب أي جهاز. أول حاجة، أنت معاك فلوس قد إيه؟ لما تيجي تشتري جهاز روتري مهم قوي إن أنت رقم واحد البادجت اللي معاك قد إيه؟ معاك قد إيه تشتري بيه؟ تمام كده؟ طيب إيه الحاجة التانية المهمة؟ الحاجة التانية المهمة، أنت عايز الجهاز في إيه؟ معظم الناس اللي بيبقى لسه بيشتري بيبقى امتياز أو سنة خمسة أو زي ما يكون، بيبقى المشكلة أنت في فترة الامتياز دي الجهاز ده بيبقى معرض لحاجات كتير. أول حاجة، الجهاز ملوش مكان ثابت، بمعنى إن أنت كل شوية في عيادة شكل، بتحط في لوكر، بتشيل من اللوكر، بتدخل مش عارف فين، بتروح تجيبه فين. فملخص الكلام، الجهاز مش زي مثلا في عياده فثابت في مكان معين فبتقدر تحطه او تخلص بيه شغل، بقول للاسيستنت تشيليه بتحطه في مكان. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان الجهاز ده هو معرض ان هو يحصل له حاجه، يقع منك، يتكسر. لو انت ماديا مش فارق معاك هات جهاز غالي، صح؟ لان فعلا غالي ثمنه فيه، دي حقيقه. بس المفروض يبقى عندك اولويات. اولويات ايه؟ انت في بدايه حياتك محتاج تطور من نفسك في حاجات كتير. حاجات كتير زي ايه؟ اول حاجه، انت مش بس محتاج تطور من نفسك من فكره الانو، انت في حاجات كتير محتاج تشتري. لنفترض مثلا لوب، صح؟ محتاج تشتري لوب، محتاج تشتري كاميرا بحيث ان انت تصور الشغل بتاعك. فبالتالي الفلوس اللي معاك ما تخليهاش كلها ماشيه في اتجاه واحد. حلو كده؟ طيب لما اجي اشتري اروح اشتري جهاز غالي واجيب حاجه واحده، اجيب ايبكس روتري بس، ولا اجيب حاجه متوسطه وفي نفس الوقت
عشان انا في فتره امتياز او في بدايه حياتي ومش هقدر احافظ على الجهاز ده اهو، يبقى هجيب حاجه تانية، اقدر اشتري حاجه تانية. طيب انا مش معايا بادجت كبير، انا مش معايا بادجت كبير، اجيب ايه؟ روتري ولا ايبكس ولا اجيب لوب؟ انت المفروض اللي تحدد. الروتري راح عليك، الروتري راح عليك انت. الايبكس لوكيتور مفيد للبيشنت، مفيد اكتر للبيشنت مش ليك. اللوب حلو للاثنين، بس في البداية متهيألي الروتري مهم. يعني الروتري لو جينا نقول هشتري ايه الاول، لا اشتري روتري ماشي، بس ما تجيبش حاجة غالية قوي ولا تنزل تحت قوي. عمال اتكلم معاك وبدردش، لا بنقول هات كذا ولا جيب كذا، هقول لك ازاي دلوقتي تشتغل، اشرح لك الروتري الجهاز كله وهقول لك ازاي تشتغل بيه. فانا مش بوجه لاتجاه معين. معظم الاجهزه اللي في السوق سواء روتري او ايبكس كلها، اللي معظم الناس اللي بتشتريه كلها صين. طب ايه المشكله؟ المشكله ان الحاجات الصيني دي من كل 10 اجهزه ممكن يبقى في جهاز واتنين بايظين، فدايما هتلاقي في حد بيقول على الجهاز مش كويس وفي ناس كتير بتشكر. احسن حد تاخد راي منه حد يكون قريب منك مع الجهاز ده، يعني حد قريب منك معاه الجهاز اللي انت بتفكر تشتريه، ساعتها ده تسأله وتعرف منه، لأن لو الجهاز كويس يبقى كويس. طب لو الجهاز بتاعه فيه مشاكل، استجابة الوكيل مهمة، يعني استجابة الوكيل معاه وإن الجهاز لما كان فيه مشكلة الوكيل عمل له إيه، دي مهمة قوي. خلاص، لأن تالت حاجة مهمة في الروتري الوكيل اللي أنت بتشتري منه، أنت بتشتري من مين والتعامل بتاعه عامل إزاي، ولما يحصل معاك مشكلة أو دروب هيبقى تصرفه عامل إزاي. ملخص الكلام، لو انت معاك مبلغ محترم ما تروحش تحط كله في روتري وايبكس، حاول تجيب حاجة تانية. ممكن تجيب روتري وايبكس سعرهم قليل وتجيب معاهم لوب او تجيب لك كاميرا. خلاص كده. طيب لما نيجي نتكلم على جهاز الروتري، انا عايزك تاخد بالك من الصورة اللي قدامك دي. الجهاز هنا الكونترا مفصولة اهي، انا فصلت، شايفين ان الحته دي انا فاصل الكونترا ليه؟ عشان تعرف ان الكونترا دي بتتفصل وبتتركب، ما هيش ثابته في الجهاز. في معظم الاجهزه الكونترا بتتشال وبتتحط. تمام. عندنا ايه تاني؟ عندنا ده زرار الباور. معظم الاجهزه شبه بعضها عشان ما حدش، انا الجهاز ده عشان هو معايا، انا مصور لك الجهاز بتاعي، مش جايب حتى صور من على النت، ده الجهاز بتاعي انا مصوره لك، والجهاز ده للامانه كويس ومعايا بقاله سنين وزي الفل. بس في اجهزه تانيه حلوه وعايشه بقالها سنين وزي الفل برضه. خلاص، بس انا مصور الجهاز اللي كان قدام. تمام كده. يبقى اول حاجه كونترا مش ثابته، لان الكلام في الكونترا دلوقتي هيبقى مهم. ده عندنا زرار الباور، هتلاقيه في اجهزه تانية شكله مختلف بس في الغالب بيبقى نفس القصه كده. تمام. ده الاس، ده السيتنج، ده بيحرك سواء يعلي او يوطي، وهنشرحهم دلوقتي بالتفصيل. طيب انا هنا ركبت الكونترا، حاطط الصورتين دول ليه؟ عشان اعرفك ان الكونترا دي، الكونترا دي بتتحرك. بتتحرك ازاي؟ شايفين هنا الكونترا، الجهاز زي ما هو اهو، زي ما هو اهو، من هنا ما اختلفش، لكن الجزء ده اهو اللي مكانه اختلف، هنا الكونترا والشاحن تحت وهنا الكونترا والشاحن بالجنب. تمام كده. ازاي بعمل كده؟ عن طريق المكان ده اهو، بيتفك، بيتفك الحته دي وبتبدا تحرك الكونترا زي ما انت عايز، وبعد كده بتربطها تاني. بتفرق معاك في ايه؟ بتفرق معاك ان ممكن وانت شغال عايز تشوف القرايات اللي موجوده هنا، تشوف التورك بتاعك، هنقوله يعني ايه تورك دلوقتي، هنشرح كل حاجه. عايز تشوف ايه اللي بيظهر على الشاشه هنا، او الزاويه بتاعت دخول الفايل مش مريحاك، فعايز زاويه تكون احسن شويه، فبالتالي بتبدا تحرك الكونترا دي وتاخد الزاويه الاريح ليك. تمام كده. طيب عندنا ايه تاني؟ احنا كده دوسنا على البار ده والجهاز اشتغل، في شويه قرايات حاجات قدامك اهو. اول حاجه ال 300 دي جنبها كلمة ار بي ام، والاتنين دي جنبها نيوتن سنتيمتر ماشي، وهنا ام 1 ودي البطارية سيبك منها، وهنا اف دبليو دي يعني فورورد. وبتختلف من اجهزة، في اجهزة ما بتبقاش مكتوبة اف دبليو بتبقى ليها اختصار تاني، بس عموما هتعرفها بسرعة. خلاص. طيب تعال نشرح كل حاجة. الار بي ام دي يعني ايه؟ 300 الار بي ام دي يعني ايه؟ 300 الار بي ام دي هي سرعة لف دوران الفايل، الفايل بيلف 300 لفة في الدقيقة، يبقى الفايل بيلف 300 لفه في الدقيقه. 2 نيوتن سنتيمتر دي نيوتن دي اللي هي المقاومه. بيقول لك ان الجهاز ده لما هيتعرض، الفايل اللي هو شغال لما يتعرض لمقاومه 2 نيوتن
هيحصل حاجه، الحاجه دي بتحددها انت من هنا، ايه فورورد وايه ريفيرز وايه ايه الحاجات اللي بتبقى موجوده هنا، بيبقى فيه فورورد او ريفيرز. بيحصل ايه في فورورد وريفيرز دول؟ فورورد هنا ان لما الفايل يكون بيلف ب 300 لفه في الدقيقه ويتعرض وهو في الكنال لمقاومه قدرها 2 نيوتن، بيحصل ايه؟ بيحصل ان الفايل بيبدا يرجع تاني، والفايل بيلف كده على زوني كده، بيعمل بيحصل ايه لما بيتعرض للمقاومه دي؟ بيرجع تاني، وهنقول كل حاجه دلوقتي، بيرجع تاني وبعد كده بيعمل ايه؟ بيفك نفسه ويرجع يكمل تاني، لكن ما بيطلعش خالص. خلاص كده يبقى فورورد دي بيحصل ايه؟ بيحصل ان الفايل بيفك نفسه من المقاومه اللي هو موجود فيها وبعد كده بيرجع يكمل تاني. طيب في ايه تاني غير فورورد؟ في حاجه اسمها ريفيرز. ريفيرز هنا ايه اللي هيحصل؟ ان الفايل لما يتعرض للقصه دي هيفك نفسه خالص، بس مش هيرجع يكمل شغل، بيطلع خالص. خلاص كده؟ هنفهم الكلام ده دلوقتي واحده واحده. طيب ده احنا قلنا الباور، ده السيتنج، الزرار بتاع السيتنج. الزرارين دول لما بجيب حاجه في السيتنج بقدر ازود او اقلل منهم، لان كل الحاجات اللي انت شايفها في الشاشه دي بتتغير، يعني ال 300 دي مش حاجه ثابته، وال2 دي مش حاجه ثابته، والام 1 مش حاجه ثابته، والفورورد مش حاجه ثابته، كل حاجه بتتغير. وهنقول دلوقتي ايه الفكره. طيب احنا قلنا الار بي ام، السرعه، المقاومه، فورورد والريفرس. طيب انا لما بدوس على السيتنج، انا هنا دوست كل اللي انا عملته، دوست على حرف الاس ده، هبدا اظبط في الاعدادات دي، ال 300 دي اقدر اخليها اكتر واقدر اخليها اقل، بناء عليه هنقول دلوقتي، بناء على ايه؟ بحدد السبيد وبحدد التورك، هنقول دلوقتي. يبقى ال 300 دي اقدر من عن طريق الاتجاهات دي ازود وانقص. خلاص كده؟ طيب التورك نفس الكلام، بعد بدوس اس تاني، بعد ما اكون ظبطت السبيد اللي انا عايزها بدوس على حرف الاس تاني، بيجيب لي بعد كده التورك، اقدر ازود وبرضه اقدر انقص، بناء عليه هنقول دلوقتي. اخر حاجه بتدوس على السيتنج تاني، بيبدا يجيب لك الحركات الممكنه لما الفايل يتعرض للايه؟ للريزيستنس دي. في عندنا الفورورد وفي عندنا الريفيرس. قلنا الفورورد ان الفايل لما يتعرض لمقاومه عاليه اللي انت محددها اصلا، بناء عليها هنقول بيفك نفسه من الكنال وبيرجع يكمل تاني، الريفيرز بيطلع. خلاص؟ وهوريها لكم دلوقتي عمل. طيب اخر، لا مش اخر حاجه، مش في عندنا في حاجه اسمها ام 1 هنا لو انت واخد بالك، في هنا ام 2، في هنا ام 3. ايه الفكره في القصص دي؟ هو انا اصلا بحدد السبيد والتورك بناء على ايه؟ بحدد السبيد والتورك بناء على الفايلات اللي انت بتشتغل بيها او اللي انت شاريها. لما بتشتري فايل، اي علبه فايلات بتاعت روتري من اي شركه، بيبقى على ظهر العلبه، زي علبه دي زي دي كده، بيبقى على ظهرها كاتب لك كل فايل بيبقى ليه سبيد معينه وترك معينه. ليه بيكتب لي دي؟ من الاخر كده الشركه بتقول لك ان الفايل ده اهو لما تبقى ماشي بيه مثلا على سبيد 300 اللي هو يلف 300 لفه في الدقيقه ويتعرض لمقاومه اكبر مثلا من 2 نيوتن، ساعتها الفايل ده يبقى معرض للكسر. فبناء عليه انت بتظبط الاعدادات بتاعتك على حسب الاعدادات اللي موجوده فين؟ على الفايلات، على العلبه بتاعت الفايل. يعني انت لما بتروح تشتري فايلات بيبقى هو الشركه نفسها كاتبه لك تشتغل بسبيد ايه وترك ايه، بيبقى كاتبها لك ليه؟ عن طريق هو تجربه هو عاملها عشان خاطر الفايل ما يتكسرش منه. خلاص كده؟ يبقى انا بظبط السبيد والترك بتاعتي بناء على اللي جاي على العلبه. طيب هل العلبه كلها بتبقى بترك وسبيد واحده؟ لا، لان الاورفس اوبنر مثلا فايل كبير وعريض، فبيستحمل يستحمل مقاومه اعلى. وفي فايل مثلا 15 تبر 4 ده فايل اصغر، مش هيستحمل نفس المقاومه اللي استحملها اورفس اوبنر، صح ولا انا غلطان؟ فبالتالي كل فايل بتبقى الشركه كاتبه لك السبيد والترك بتاعه. طب انا كل فايل هقعد اظبط كل بعد ما اشيل اورفس اوبنر هقعد اظبط الجهاز على السبيد والترك التانيين؟ لا، بعمل ايه بقى؟ ام 1 دي بتبقى انت ظابطها على سبيد وترك معينه، ام 2 بتظبطها على سبيد وترك معينه، بناء على ايه؟ انا بشتغل بالاورفس اوبن، بعديه مثلا 15 تيبر 4، بعديه 20 تيبر 4، بعديه 30 تيبر 4 او 25 تيبر 4، ببدا اظبط كل فايل التورك والسبيد بتاعته على الجهاز. على الجهاز ازاي؟ ام 1 دي ببقى ظابطها على حاجه، ام 2 دي ببقى ظابطها على حاجه، ام 3 ببقى ظابطها على حاجه ثالثه، بحيث ان انا لما اجي اتنقل بين الفايلات كل اللي بعمله ان انا بدوس على الزرار ده من غير ما السيتنج ولا اي حاجه، بدوس على الزرار ده او ده بيبدا يتنقل بين الايه؟ السيستم اللي موجوده في الجهاز. تمام كده؟ ده اللي بقول لكم عليه. هنا مثلا الشركه بتقول لي الفايلات اللي موجوده معايا، في فايل 17 تبر 12، 20 تبر 4، 30 تبر 4، 15 تبر 4، 25 تبر 4.
هو بيقول لك التبرنج بتاع الفايلات كت دي تبر 4. طيب السبيد والتورك فين؟ اهو كاتب لي ان السبيد بتاعت الفايل 375 والتورك من 2 ل 3، يعني اظبط نفسك من رينج 2 لحد 3 بناء على ايه؟ انا عندي مثلا فايل اللي هو الاوريفس اوبنر اللي هو 17، اللي هو الفايل ال 17 ده بظبطه مثلا على تورك 3. طيب يا دكتور، هل انا المفروض اقعد التزم باللي موجود على ال مش بابليك ازاي؟ اللايف بابليك. اه للاسف في حد بيقول اللايف مش بابليك. تعديل الجمهور، ثواني يا دكاتره، خلاص تمام. سوري للناس اللي ما كانتش عارفه تدخل اللايف، انا خليت اللايف بابليك، فلو حد عايز يدخل حد يقدر يدخله. انا متاسف، حتى هحاول ادخل اقبل الناس وهم بقى يبقوا يتفرجوا تاني. دقيقة بس نقبل الناس. ثانية يا دكاترة معلش، لأن أنا فعلا للأسف، والمشكلة إن الكومنتات ما كانتش ظاهرة ليه. طيب اللي في حد مش عارف يدخل يقدر يدخل دلوقتي. اللايف للأسف ما كانش، والكومنتات بدأت تظهر اهي. طيب سوري، اللي في حد ما كانش عارف يدخل يدخله دلوقتي. اللايف بقى بابليك، يعني دي غلطة بقى معلش. انا هسيبكم دقيقتين كده تضيفوا الناس عشان نكمل. معلش والله الكومنتات ما كانتش ظاهرة ليا، انا لسه شايف الكومنتات حالا، لسه شايفها حالا. نكمل الناس كده بقت معانا، او ممكن تشيروه بقى، يعني انا حتى هشيره دلوقتي على الجروبات بتاعة الدنتال سوسايتي، اللي عايز يشيره على اي جروب يشيره، بحيث ان احنا لما نكمل ما يبقاش في مشكلة. انا بعتذر ان انا ما خدتش بالي. اللي حابب يشيره يشيره مع، او حتى لو في ماسنجر او مع اي حد يشيره، واحنا هنكمل. معلش انا بعتذر. طيب قلنا الفايلات، هناخد الموضوع بالراحه بالراحه كده، محدش يستعجل. الفايلات في طبعا فايلات كتير في السوق، في فايلات كتير في السوق. اشتري فايل ايه؟ على ان انا اكتر حاجه بقابلها على الفيس، الناس اللي عندي دايما كل واحد بيدخل يسالني يا دكتور اجيب روتر ايه واجيب ايبكس ايه. الموضوع ما بقاش كده، انت معاك قد ايه ماشي، وعايز تستثمرهم في ايه؟ يعني عايز تجيب بكل فلوسك روتري وايبكس، ولا عايز تجيب حاجه تانية؟ انا بشوف دايما ان الاحسن ان انت تستثمر فلوسك، يعني هات روتري وايبكس مش حاجه عاليه قوي، وهات لوب، هات كاميرا كده يعني خلاص. لان للامانه الدوكيومنتيشن دلوقتي من اهم الحاجات اللي تقدر تخدم بيها نفسك، انت تعمل دوكيومنت للحالات بتاعتك، هي اكتر حاجه مهمه. ومهم التصوير، مش صعب التصوير، لذيذ، بس عايزك تبقى عارف شويه حاجات بسيطه خالص. يعني ممكن حتى نبقى نعمل لايف نتكلم في الموضوع على قد خبرتي فيه. طيب نكمل في الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه. احنا قلنا مكونات الجهاز، عشان اللي لسه داخل احنا يا دوبك قلنا مكونات جهاز الروتين، اللي هي انت بسهوله خالص لو معاك جهاز هتبقى عارفها يعني. بعد كده بنتكلم على الفايلات. الفايلات زي ما قلنا في شركات بتبقى حاطط لك سبيد واحده 375 وحاطط لك تورك من 2 ل 3. اول حاجه عايزك تعرفها كلام السبيد والتورك اللي بيبقى على ظهر الفايل، على ظهر علبه الفايلات اللي زي دي. العلبه دي على فكره ما بستخدمهاش، بس هي حد كان مداني فبشرح لكم منها يعني. الكلام ده مش حقيقي. مش حقيقي ازاي؟ يعني انا ما اشتغلش بنفس التورك والسبيد اللي موجودين على الفايلات؟ اه. طب اشتغل بايه؟ اشتغل بايه محتاجه خبره، محتاج ان انت تشتغل بالفايل مره واثنين وثلاثه واربعه، وبعد كده انت هتلاقي نفسك بتظبط السبيد والتورك بتاعتك. محدش يقدر، صدقني
محدش يقدر يحدد لك الموضوع ده. ليه؟ لان ايديا مش زي ايديك، وايديك مش زي غيرك، فايديك اللي بتحكم القصه دي. الشركه بتحدد لك حاجه مينيمم اللي هو والله، ودايما بتجيب لك اعلى حاجه عندها، يعني اللي هو ده الفايل بتاعي بيشتغل بسرعه 500 عشان يحسسك ان الفايل بتاعه طياره ماشي، وبيستحمل تورك، يعني بيجيب لك الماكسيمم بتاع الفايل ماشي. معظم الشركات بتعمل كده عشان يسوق تمام. لكن انت لو اشتغلت بكل اللي موجود على العلبه، هو بيبقى مظبط حسابه مثلا ان الفايل بتاعه هيشتغل مره او اتنين. طب هل انت بقى هتاخد الفايل تشتغل بيه مره او اتنين؟ لو هتعمل كده اشتغل زي ما هو كده. انت ممكن تقلل شويه التورك، تقلل شويه في السبيد بحيث ان الفايل يعيش معاك اكتر. ودايما لما بنبقى شغالين بنبص على الفايلات بتاعتنا عشان خاطر يعني هنتكلم فيها دلوقتي عشان تبقى عارف الفايل هيتكسر مش هيتكسر كده يعني. طيب يبقى احنا عندنا في حاجه اسمها سبيد وحاجه اسمها تورك. التورك دي بتبقى الشركه محددها لك على الفايلات اللي انت شغال بيها، وانت بتظبطها على الجهاز بتاعك عشان الفايل ما يتكسرش منك. معنى التورك ايه؟ معنى التورك ان الفايل وهو بيلف في الكنال بيتعرض لمقاومه، في حاجات بتحوش قصاده. الفايل بيلف كده بينزل زي البريمه كده جوه الكنال، والكنال بتمسك فيه، فالمقاومه اللي بيقابلها دي، المقاومه اللي بيقابلها دي عشان الفايل ما يتكسرش بيقول لك ان اخره اتنين او ثلاثه. طيب تعالوا كده اوريكم على الطبيعه يعني ايه الكلام اللي احنا ده. جهاز روتري اهو، هقلل الترك خالص عشان يبقى سهل ان احنا. بص شايفين شايفين الجهاز ده؟ شايفين كده؟ الناس شايفه ولا لا؟ اه شايفينه؟ هوريكم حاجة بسيطة خالص، بس حد يقول لي الصورة واضحة ولا لا؟ شايفين ده؟ شايفين كده؟ بصوا عايزكم تركزوا في انا عايز يبقى الشاشة واضحة كمان. اها مفيش حاجة باينة. طيب انا كل اللي عايز اوريه لكم ايه؟ اكبر الصورة. مش عارف هتكبر ازاي عن كده، ممكن نقرب يعني. هو مش مهم تشوفوا الموقع هتسمعه دلوقتي يعني، هتبقوا نام الزهرة دول. طيب بصوا ادي الفايل ده بيبقى شغال اهو، فايل بيلف، انا مقربه خالص اهو، بيلف جوه الكنال بالشكل ده بيلف تمام. ايه اللي بيحصل وهو داخل في الكنال؟ بيبدأ يتعرض لمقاومة، اللي هو الحاجات بتبقى ماسكاه كده، حاجات بتبقى ماسكاه كده تمام. معنى الكلام ده ايه؟ انه لما يبدأ يتعرض لمقاومة كبيرة، شايفين اهو الفايل بدأ يرجع. خدوا بالكم من حركة الكونترا، كانت ماشية فين ورجعت ازاي. اهو بدأت ترجع، لما فك نفسه رجع تاني. دي اللي هي الفورورد، الفايل بيتعرض لمقاومة كبيرة اهو، او بيقوم راجع، هو كان ماشي كده بيرجع. خلاص كده وضحت، وضحت الحركة اللي احنا عملناها دلوقتي. ها الفكرة كلها في ايه؟ الفايل ده، الفايل ده الشركة بتبقى ظبطاله مقاومة معينة. خلاص لو هو شغال في الكنال، انت بتبقى ظابط المقاومة هنا على الشاشة، ظبطها هنا. فالجهاز اوتوماتيك لما الفايل بيلف وعمال بينزل جوه الكنال، لما بيتعرض للمقاومة اللي انت مسجلها هنا، بيقوم عامل حاجة من اتنين، بيقوم يا اما يرجع خالص ويطلع من الكنال عشان ما يتكسرش، يا اما يفك نفسه، يفك نفسه من الجزء اللي هو ممسوك فيه بحيث ان الدنتين اللي موجود هنا يسيب منه، وبعد كده يرجع ينزل تاني. دي اللي هي الفورورد، ان هو بيرجع ينزل تاني. الريفرس ان هو يطلع من الكنال خالص. خلاص كده بيقول لك يعني اعمل لي اريجيشن وظبط لي الدنيا عشان لما ادخل تاني ما اتكسرش. حلو كده، يبقى دي فكره الفورورد والريفرس والتورك. التورك هي المقاومه، مقدار المقاومه اللي بيتعرض ليها الفايل وهو داخل جوه الكنال. خلاص بتظبطها منين؟ بتظبطها عن طريق علبه الفايلات اللي انت جايبها. في شركات يعني روشه شويه، ما بيبقاش كاتب لك هنا، وحاطط لك باركود عشان تخش على الويب سايت بتاعه وتعرف ايه التورك والسبيد بتاعه. في شركات كده خلاص، بس المهم في الاول وفي الاخر انت بتعرف السبيد والتورك من الشركه عن طريق انها بتبقى مكتوبه هنا، يعني اهي مكتوب هنا السبيد والتورك هم لو انت شايفينهم ماشي، تبقى موجوده هنا
او ان انت بتخش بيبقى فيه باركود بتخش منه تعرف ايه السبيد وتورك. شيل صورة الباوربوينت ماشي. طيب ايه الفايلات اللي احنا بنشتريها؟ عندنا في حاجة اسمها تيبر 4 وتيبر 6. انا مش هحط لكم تيبر 6 خالص لان انا بصراحة ما بشتغلش بيه وما بحبش اشتغل بيه وما بنصحش حد يشتغل بيه. انا حاطط يعني بشتغل بيه في حاجات بسيطة خالص. طيب ايه تيبر 4 وايه تيبر 6؟ الفايلات المانوال اللي انت شغال بيها ايه اللي هيحدد الفايل يعمل ريفرز ولا فور؟ انت اللي بتحدديه في السيتنج. ما احنا قلنا من شويه ان انا في السيتنج بتاع الجهاز انا اللي بظبط كل حاجه، انا اللي بظبط. لو رجعنا كده اهو كده اهو اهي، هنا انا ضغطت على السيتنج مره جاب لي اظبط السبيد، ضغطت على السيتنج تاني جاب لي اظبط التورك، ضغطت بس الصوره دي مش واضحه، ضغطت على السيتنج كمان مره جاب لي اظبط الريفيرس دي كده فورورد ودي ريفيرس، بحرك الماوس على الناحيه التانيه خلاص بيظبطها هو على الريفيرس. انت اللي بتظبط كل حاجه قبل ما تشتغل. خلاص؟ تظبط السبيد بتاعتك والتورك بتاعتك، ولو انت هتشتغل بكذا سبيد وكذا تورك بتظبط ام 1 وام 2. هتلاقي دايما عندك في شركات بتسمي ام 1، شركات بتسمي اف 1، كل ده مش مهم، المهم في الاخر ان كل جهاز بيبقى فيه اكتر من سيستم، في اجهزه فيها 10 وفي اجهزه فيها 8 وفي اجهزه فيها 9، انت بتبقى محتاج 5 6 بالكتير. خلاص؟ تمام كده؟ في حاجه كمان موجوده في الجهاز في معظم اجهزه الروتري بس في اجهزه ما فيهاش، حاجه اسمها الريسبروكيشن. يعني ايه الريسبروكيشن؟ عارفين الكنترول ريسبروكيتنج؟ هنقول ومش هنقعد نسال. كنترول ريسبريكيشن دي فكرتها ايه؟ او الريسبريكيشن ده فكرته ايه؟ فكرته ان عارفين الحركه بتاعت المانوال ان الفايل يلف ربع لفه ويرجع انجيج وديس انجيج اللي انت بتعملها اصلا بالفايل. الريسبريكيشن دي حركه اصلا موجوده في الجهاز، بتظبط الجهاز بتاعك على الريسبريكيشن بيقوم لما تحط الفايل فيه يعمل انجيج وديس انجيج. حلوه في ايه؟ في فايلات اصلا للسيستم ده الريسبريكيشن، وحلوه جدا في حالات البايباس بس لو انت معاك كونترا ريسبريكيتنج، لانها في البايباس ما بتشتغلش بروتر. خلاص؟ لو معاك كونترا ريسبريكيتنج تعمل الحركه دي اصلا ممتازه. خلاص؟ يبقى دي الحركه اللي هي الايه؟ الريسبريكيتنج. طيب نرجع للي كنا فيه الفايلات. تعال نشرح الفايلات اللي قدامنا ده. ده اللي انا بشاور عليه ده اسمه اوريفيس اوبن. الفايل ده اللي لو انتم فاكرين اللي كان 17 والتبر بتاعه كبير قوي كان 12. خلاص؟ بيبقى الفايل عريض قوي كده ماشي وشورت ما بيبقاش طويل. فالفايل ده بيبقى الفلكسبيليتي بتاعته قليله جدا، مفيش فيه يعني بيبقى هارد، وبيبقى التبرنج بتاعه كبير يعني بيشيل كتير من الكورونا. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا قبل كده في الكليننج وشيبنج ان احنا اول حاجه بنعملها ايه؟ بريف ليرنج، بنوسع. بس انا كنت قايل لكم بلاش الاورفس اوبنر، وهقول لكم دلوقتي ليه، يعني لما نيجي نشرح الفايلات دلوقتي هتعرفوا ليه. احنا قلنا الاورفس اوبنر بيبقى التبرنج بتاعه كبير، احنا انتم متخيلين كام؟ 12. باقي الفايلات دي التبر ده شايفين الفرق؟ يعني بص ده اهو وده الفايل ده مثلا، ده بيبقى اكبر، الفايل ده بيبقى اكبر، الفايلات دي تبر فوق كلها تبر فوق. خلاص؟ طيب اول فايل عندنا الاورفس اوبنر، باقي الفايلات هتلاقيها اللون بتاع الاستوبر بتاعها زي الالوان بتاعت الفايلات المانوال عشان يعرف يعني يقرب لك الموضوع. يعني ده مثلا فايل 10 بس هتلاقي مش عارف كان مكتوب عليه تبر كام. ده فايل 20 اهو، ده 10 وده 20 وده 15 اهو الابيض، وده 25 وده 30. خلاص؟ يبقى لما تيجي السيكونس بتاع الشغل بتاعك عندنا 10 15 20 25 30، ده اللي هتشتغل بيه. سنقول دلوقتي ازاي تشتغل بالروتر، بس دي الفايلات التيبر 4. التيبر 6 عموما دايما بيبقى فيها اورفس اوبنر وفايل 20 وفايل 25 تيبر 6، وغالبا 20 بتلاقيه تيبر 5. ده السيستمين اللي موجودين في الروتر. طب انا اشتغل بايه؟ انا عن نفسي بشتغل دايما بتيبر 4. ولما اشتري يا دكتور، ناس بتقعد كتير تسالني يا دكتور اشتري فايلات ايه؟ اشتري تيبر 4 ولا تيبر 6؟ ولا اشتري الكيت الفلانيه ولا الكيت الفلانيه، ولا اجيب دي ولا اجيب دي؟ انا عايزك انت تبقى فاهم. اول حاجه انا لما اروح اشتري علبه فايلات ابص في الفايلات بتاعتي اشوف المقاسات اللي موجوده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت في دكتوره بتسال، قال هرد بس بعد ما اخلص القصه دي. بمعنى ايه؟
لو جيت مثلا رحت اشتري كيت لقيت فيها مثلا اورفيس اوبنر وفايل 15 مثلا تيبر 4 وفايل 30 تيبر 4، عامله بالظبط زي انك وانت شغال مانوال جبت فايل 15 وبعديه رحت جبت فايل 30. الشركه اللي بتعمل سكيب كبير قوي كده بعيد عن بعضه بعيد عن بعضه غالبا هتقابلك مشاكل وانت شغال، لان انت من فايل 15 نقلت الفايل 30 مثلا، تمام كده؟ يبقى لما راح اشتري فايلات اول حاجه بص عليها السيكونس بتاع الفايلات اللي انا هشتغل بيها، انا هبدا بايه وبعديه ايه وبعديه ايه وبعديه ايه، خلاص؟ ما اروحش اجيب كيت الاقي فيها في سكيب لفايلات كبيره، يعني في سكيب بعيد بينه وبين الفايلات، ماشي؟ وبرضه ما اجيبش حاجه مثلا 10 15، يعني ساعات يعني في فايلات ساعات في بيبقى يعني انت مثلا هنا في السيستم ده انا مثلا اشتغلت اصلا بفايل 10 مانوال عشان اعمل بيه جلايد باس بعد ما عملت بريف ليرنج، فممكن اسكيب فايل زي ده، ممكن اسكيب فايل زي ده، صح ولا انا غلطان؟ لكن بلاش تسكيب فايلات كتير، خلاص؟ دي اول حاجه، تبص الاول على السيكونس بتاع الفايلات وبيبدا بايه وبعد ايه ايه وبعديه ايه وبعديه ايه. تاني حاجه واهم حاجه في الفايلات ايه؟ اهم حاجه في الفايلات ان انت تشتغل بيها كتير، تجربها، بلاش تاخد نصايح هات فلان هات الفايل الفلاني هات الفايل الفلاني. لو جبنا نفس الفايل نفس الفايل وجبنا 10 يشتغلوا بيه هيتكسر مع ده ممكن مرة، وممكن ده يتكسر معاه 5 مرات، وممكن ده ما يتكسرش معاه خالص، وممكن ده يتكسروا كلهم منه. ايه الفكرة؟ الفكرة ان مش كل الناس زي بعضها، مش انت ايدك مش زي ايد غيرك، صح ولا انا غلطان؟ طريقة شغلك مش زي طريقة شغل غيرك، فايه اللي يحكم على الفايل في الاخر؟ اللي يحكم على الفايل استخدامك ليه. انت في بداية حياتك هتجيب سيستم واثنين وثلاثة واربعة وتجرب في اكستراكتد وتشوف ايه الفايل اللي بيريحك في شغلك ومسهل عليك الامور وما بيتكسرش منك وبيديك ديورابيلتي، يعني بيشتغل معاك حالات اكتر، تمام كده؟ ممكن يبقى فايل رخيص بس بيتكسر بسهوله، ساعتها يبقى هو ملوش قيمه، وممكن يبقى فايل غالي شويه بس بيعمل عدد حالات كبير فبالتالي هو كده مش غالي، تمام؟ وصلت لكم الفكره دي؟ ف مش سامع يا دكتور ايوب، انت هتلاقيك في شرم يا دكتور ايوب، الله يكون في عونك. طيب نكمل، احنا كده اتكلمنا عن الفايلات، و بما ان الدكتور ايوب زملكاوي تقريبا، احنا طبعا بناخد القرايب ايه بالايبكس، صح؟ الف مبروك للزمالك يا دكتور ايوب، انا فاكر ان انت زملكاوي، الف مبروك للزمالك. كسر كل الفلات اللي في السوق ولا يهمك. الايبكس بناخد بيه القرايه، ليه؟ لان جون برونو سافيو كان حكايه، صح يا دكتور ايوب؟ ماشي. انا باخد القرايه بالايبكس، تعال نتكلم. الايبكس ده ده برضو الجهاز اللي معايا، حد يعني مش معنى ان انا حاطط صوره جهاز ان احنا يعني، او مش انا مش بقول لك روح هات الجهاز ده، خلاص ده جهاز معايا فانا مصوره عشان خاطر اهو والله، بص كذا خلاص، بس محدش يفاكر اهو حتى تصوير موبايلي، ماشي؟ انا مش بعمل دعايه لاي حد، هم اجهزه معايا وانا مصورها لك عشان اشرح لك مكوناته، خلاص؟ يبقى الايبكس انا كده عملت ايه؟ دوست على زرار الباور داون بس، بشرح لك كل اللي انا بشرحه لك ده مكونات الاجهزه، الجهاز عباره عن ايه وبيشتغل ازاي والحاجات اللي فيه. ده زرار الباور متبهدل لان الاجهزه دي معايا بقى لها سنين. وفي اجهزه بتعيش سنين، مش بس الاجهزه دي اللي بتعيش سنين. خلاص؟ انا كده فتحت الجهاز، خلاص؟ عندك هنا البطاريه وده الصوت بيقل وينقص من هنا، لو انت بتصدع ممكن تقفله خالص. والست دي بيتحرك بيها المؤشر ده، ممكن تخليه 6 تنزله شويه 5 4 3 لحد 0 0، تمام؟ ايه تاني موجود في الايبكس لوكيتور؟ بيبقى عندنا الواير اللي بيبقى راكب في الجهاز هنا ده هنا كده، وبيبقى طالع منه وصلتين، دي اللي انت شايفها دي هوريها لك دلوقتي اللي بيركب فيها الفايل، ودي اللي بتتحط هنا كده هنا كده في الليب بتاع البيشنت في عكس الاتجاه اللي انت شغال فيه، يعني انت لو شغال ليفت حطه في الرايت، شغال رايت حطه في الليفت،
تمام كده؟ طيب في الصورتين دول انا موضح لك اهو بركب الفايل ازاي. هنا انا مش ضاغط على الجزء ده، تضغط عليه بيخرج منه الحته اللي تحت دي بتعلقها في الفايل. تمام كده؟ تمام؟ دي مكونات الجهاز. الابيكس ده في المتر بتنزل بيها الدايفنج. ماشي يا دكتور ايوه. دكتور ايوب بقى بيصيف وبيروش علينا. ماشي. الابيكس لوكيتور احنا عندنا، هو فكره الابيكس لوكيتور ايه؟ الابيكس لوكيتور انا بشوفه كده، يعني بقول لك الموضوع ببساطه خالص، هو بيبقى فيه سنسور. ماشي؟ بيبقى فيه سنسور. السنسور ده بيعمل ايه؟ عندنا الجزء ده معدن اهو، ماشي؟ والجزء اللي خارج اللي ماسك الفايل معدن اهو، والمعدن ده ماسك في ايه؟ في فايل اللي هو معدن. فايه اللي حاصل؟ اللي حاصل ان في الجزء ده اهو بيبقى فين؟ هنا في الليب، بيبقى تاتشد لايه؟ لسوفت تيشو، صح؟ يبقى تاتشد للسوفت تيشو اللي هنا، والجزء المعدن التاني ده بيبقى تاتشد في الفايل اللي هو داخل جوه الكنال. حلو كده؟ طيب دايما في ناس بتشتكي انا جايب ايبكس وما باخدش بيه قرايه مظبوطه. معظم الايبكس الصين اللي موجوده في السوق معظمها كويسه، معظمها كويسه بنسبه كبيره خالص، معظمهم كويسين، بس كعاده الاجهزه الصيني ممكن من كل 10 اجهزه تلاقي في جهاز او اتنين بايظين، تلاقي في جهاز او اتنين تلاقي حد بيشتكي منه. ماشي؟ تساله بقى لو انت بتشتري رد الشركه اللي انت بتتعامل معاها عامل ازاي، ناس كويسين صلحوا لك مشكلتك عالجوها ولا لا. خلاص؟ بس ايه المشكله التانيه؟ يعني ممكن يكون المشكله في الجهاز نفسه، المشكله التانيه ان يكون الدكتور اللي معاه الجهاز ما بيعرفش ياخد بيه راي مظبوط. انا هبسط لك الموضوع خالص. احنا قلنا ان الموضوع عباره عن سنسور، السنسور ده زي حساس كده، في جزء منه هنا والجزء التاني فين؟ في التوس او في الكنال اللي انت شغال فيه. طب ايه اللي مطلوب منك عشان تاخد قرايه مظبوطه؟ انك تخلي الوسط اللي فيه الفايل شبيه للوسط اللي فيه الايه؟ الجزء ده اللي انت حاطه في هنا. خلاص؟ يعني ايه؟ الوسط اللي هنا ده اول حاجه ما فيهوش بكتيريا، هو لامس سوفت تيشو، صح كده؟ ما فيش بكتيريا، صح؟ طيب الوسط اللي هنا ده، الوسط اللي هنا ده ما فيهوش بلاد، الوسط اللي هنا ده ما فيهوش اكسسيف سالايفيشن، هو ويت لكن ما فيهوش كتير، صح ولا انا غلطان؟ يبقى بالتالي لما تيجي عايز تاخد قرايه مظبوطه يبقى لازم الجزء اللي لامس للفايل يبقى شبه الجزء اللي هنا عشان هم حساس، يعني سنسور، عشان ده يقرا زي ده، وفي الاخر لما يلمس سوفت تيشو زي اللي لامسها ده، عشان ده الفايل لما يلمس سوفت تيشو زي اللي ده لامسها يديك قرايه فين؟ مظبوطه على الايبكس لوكيتور. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا الجزء ده ويت، صح؟ يبقى تركب ايزوليشن لان هو ويت لكن ما فيهوش اكسسيف سلايفيشن عشان خاطر تتحكم في كميه السلايفا وكميه الحاجات اللي موجوده في الاريا اللي انت شغال فيه. دي اول نقطه. تاني نقطه، الوسط ده ما فيهوش ميتال، فلو في عندك ريستوريشن امالجام شيلها، ماشي؟ طب لو في كيرس شيلها لان ما فيش برضه هنا بكتيريا. طيب ايه تاني؟ احنا قلنا الوسط ويت، يبقى ما فيش، لو انت عامل اريجيشن ما تعملش دراينس خالص، ما يبقاش دراي وما يبقاش فيه اكسسيف اريجيشن، ما يبقاش فيه اريجيشن كتير. خلاص؟ يعني تنشف بس ما تخليش الوسط دراي خالص، يعني خلي الكنال ويت زي المكان اللي فيه الايه؟ الناحيه التانيه. عشان خاطر في الاخر الوسطين يبقوا زي بعض فالجهاز يدي قرايه مظبوطه. وصلت كده؟ بالظبط يا دكتور هشام، فعلا هو خد الموضوع انت بتستخدمه ازاي. تمام؟ ماشي يا دكتور عبد، ممتاز، يا ريته موجود دلوقتي كان عامل لنا كوبايه شاي غير اللي لسه انا شاربها دي. طيب تمام، الجزء اللي اتشرح كده بالنسبه للاجهزه، في حد حاسس انه ناقصه حاجه في الجزء بتاع الايبكس والروتري؟ مكونات الجهاز عباره عن ايه؟ الجزء اللي فات ده تمام، انا مش عارف الكومنتات بتظهر لي. في
في الجزء اللي اتشرح اللي فات ده تمام ولا نكمل؟ السؤال بتاعك كان ايه طيب؟ السؤال بتاعك بتاع فورورد وامتى ريفيرس ولا ايه ده؟ إيه انا بحدد في السيتنج يعني فورورد بناء على ايه؟ بناء على يعني انت عايز ايه؟ يعني انا في الاول خليك في الريفيرس، بعد كده انا عن نفسي بشتغل فورورد ماشي؟ لان انا اصلا لما باجي اشتغل بالجهاز وهقول دلوقتي ما بسيبوش شغال طول الوقت، مش سايبه كده متعلق وعمال يلف وخلاص. خلاص؟ ففي الاول خليك ريفيرس على ما تتعود على الجهاز، وبعد كده تقدر تظبطه على فورورد عادي. خلاص كده؟ في البداية لو انت بتتعامل مع الجهاز في البداية خليك ريفيرس، خليك ريفيرس، لكن لو انت تعود على الجهاز انا عن نفسي بشتغل بفورورد بس. خلاص؟ الفورورد تفرق ان الجهاز لما بيبقى عليه مقاومة كبيرة بيفك نفسه من الاريا اللي هو فيها، بيرجع لورا، يعني الجهاز عمال بيلف لجوه فعمال يتحشر في الكنال، فبدأ يبقى فيه مقاومة عالية، فتعرض لمقاومة عالية، فيبدأ يحصل ايه لما يتعرض للمقاومة العالية اللي انت محددها له؟ يقوم راجع عشان يفك نفسه، والدنتين اللي موجود على الكاتنج ايدج بتاعته ينزل، وبعد كده يرجع يكمل تاني. يعني لما بيحس ان هو اتفك هو من نفسه بيكمل شغل، ما بيطلعش خالص. الريفيرس لا، الجهاز بيطلع. خلاص كده تمام. ها ايه تاني؟ شاي تقيل بالنعناع يا دكتور محمود علاء، والله وحشنا يا دكتور محمود، يا ريت نتقابل تاني ونشرب احلى كوبايه شاي بس من غير حجر بقى. تمام نكمل ازاي اشتغل. ثواني اوصل الموبايل ده يفصل. لا مش يفصل، ده تقريبا اللابتوب اللي هيفصل. نوصل اللابتوب بالشاحن. ازاي اشتغل بالروتري بتاعي؟ اول حاجة انت بعد ما فتحت الاكسس بنعمل ايه؟ بنعمل بريف ليري، ولما تيجي تفتح اكسس المفروض زي ما قلنا بتعمل بروبر اكسس، حطينا له صور قبل كده وقلنا بتشتغل بيه ازاي، تعمل اكسس كويس ازاي. البريف ليرنج عشان بس الموضوع ده ايه، انا دايما لما بقول انا ما بشتغلش بروفس اوبنر الناس بتقعد ايه، في ناس حتى بتقعد تهاجم يعني. هو ايه الفكره كلها في البريف ليرنج؟ البريف ليرنج الفكره كلها منه ان انت توسع كورونري، توسع من فوق، السنه من فوق توسعها قبل ما تنزل في باقي الكنال. لو قسمنا الكنال، قسمنا الكلام نقول الاورفوس للايبكس تلت وتلت وتلت، انت بتوسع الكورونال سيرد الاول وبعد كده بتكمل تشتغل تحت. انسى الشغل بتاع المانوال، لان في المانوال احنا شغالين ستيب باك، الروتري معظم شغله كراون داون. خلاص؟ يعني بيشتغل من فوق لتحت مش ستيب باك. تمام كده؟ طب البريف ليرنج بيتعملوا بحاجتين، يا اما باورفيس اوبنر وده اللي معظم الناس شغاله بيه، انا ما بحبوش. ليه؟ ما بحبوش لان التيبر بتاعه كبير قوي، التيبر بتاعه اكبر من الفايلات التانية، فانا شغال مثلا بتيبر 4 والفايل ده تيبر 12 ماشي؟ فهيعمل لي ايه؟ هيوسع لي بزياده، انا مش محتاج اشيل كل ده، مش محتاج اشيل الدنتين ده كله، مش محتاج اضر التوز بالمنظر ده. انا الكنال بتاعتي مش محتاج ادخل فيها فايل تيبر 12، ليه هدخله؟ دي اول نقطه، انه هيشيل كتير. تمام كده؟ تاني نقطه، الفايل ده دينجرس شويه. ليه؟ لان لا احنا زي ما قلنا وشرحتها في قبل كده، الفايل الفلكسبيليتي بتاعته طول ما الفايل طويل ورفيع هتلاقي الفلكسبيليتي ايه؟ اكبر. الفايل لما يبقى طويل ورفيع الفلكسبيليتي هتبقى اكبر. طب الفايل ده عريض وقصير فالفلكسبيليتي بتاعته قليله، طب ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ان لو في الكنال فيها كيرف وانت اشتغلت بالاورفيس اوبنر اللي هو اللي موجود في الكتات، هيعمل معاك لو انت ضغطت عليه، متك على جنب ضغطت عليه، طول ما انت ما بتعملش بريشر
على الفايلات صعب انها تعمل ليدج وتعمل مشاكل. طيب انت مش صابر والفايل ما بينزلش معاك فرحت ضاغط عليه، الاوفس اوبنر ده هيعمل لك ليدج خلاص. طب ايه البديل؟ ايه البديل؟ انا عن نفسي لما باجي اعمل بريف ليرنج لو الكنال وايد بعمل ب 30 تيبر فور، 30 تيبر فور. ايه الفرق؟ الفرق ان الفايل هيوسع لي الجزء اللي فوق، لان انا اصلا انا بعد الفايل ده بعد ما بعمل بريف ليرنج بشتغل بفايل ايه؟ بشتغل بفايل 10 خلاص، بشتغل بفايل 10. انا بوسع عشان فايل 10 اشيل الريزيستنس اللي عليه عشان ما يحصلوش حاجه. طب انا لما اعمل بريف ليرنج بفايل 30 او 25 تيبر 4 انا كده ما شلتش الريزيستنس اللي على فايل 10 اللي هو اصلا مانوال اللي هو تيبر 2؟ اكيد شلتها. دي نقطه. النقطه التانية يعني هو هيعمل نفس الخاصيه اللي بيعملها لك الاورفس اوبنر. طيب النقطه الثانيه، النقطه الثانيه ان بدل ما هعمل كورونال بس، كورونال سيرد بس، لا انا اقدر ازود شويه لان الفايل التب بتاعته مش بنفس حجم والتبرنج بتاعه مش كبير زي الاورفيس اوبنر، فهشيل ريزيستنس اكتر على فايل 10 اللي انا هشتغل بيه بعد الاورفيس اوبنر. دي كمان نقطه. تالت حاجه، الفايل الفلكسبيليتي بتاعته اعلى من الاورفيس اوبنر، فمش هي مش هيبقى الريسك ان انا يحصل لي ليدج زي الاورفيس اوبنر. تمام كده؟ عشان كده انا ما بفضلش الاورفيس اوبنر. ولما اروح اشتري كيت بلغيه، وفي على فكره شركات نزلت كيتات ما فيهاش الاورفيس اوبنر، ما فيهاش الاورفس اوبنر. تمام كده؟ فبالتالي لو مثلا انا شغال في كنال والكنال دي نارو زي مثلا ام بي 2 بعمل لها بريف ليرنج ممكن بفايل 20 تيبر 4 ماشي؟ يبقى لو نارو كنال بعمل ب 20 تيبر 4. في حالات بشتغل بالاورفس اوبنر لما تكون الكنال وايد قوي والفايل ال 30 او ال اول 25 مش قادر يبقى تاتشد للوول كورونالي، فما بيعملش ما بيشيلش الانفكشن اللي موجوده على الوول بتاع الكنال، فساعتها بجيب الاورفس اوبنر وبشتغل بيه عشان خاطر اشيل الجزء ده خلاص. نكمل. يبقى اول خطوه في الاندو بريف ليرنج بنعملها بايه؟ يا اما عن طريق الاورفس اوبنر، بس لو هتشتغل بالاورفس اوبنر نصايح ليك ما تعملش بريشر عليه نهائي. وعموما وانت شغال بالروتري انا ما بعملش بريشر، الفايل هو اللي بينزل. احنا قلنا الفايل عامل شبه البريمه كده خلاص، بيلف هو نفسه عايز ينزل لتحت، هو بيلف لتحت خلاص. طيب وانا شغال بالفايل، انا شغلت الروتري اهو ماشي، الفايل عمال بيلف، المفروض ان انا ابقى سايبه كده ومش عامل بريشر عليه وسايبه عمال بينزل في الكنال؟ لا طبعا. ليه؟ احنا عارفين ان الفايل بيتكسر لسببين، سايكليك فاتيج وتورشنال ستريس. تمام كده؟ واسع ده انت اللي بتلاحظها، يعني انت لما تيجي شغال في الكنال لقيت الفايلات عماله طايره رايحه جايه وحاسس ان الفايل ما بيلمسش الوول معاك، يبقى كده الكنال واسعه، الفايل بينزل بصعوبه وتاتشد للوول خلاص الكنال ضيق. تمام. طيب لما بشغل الجهاز بتاعي قلنا الفايل بيتكسر لحاجتين، سايكليك فاتيج وتورشنال ستريس. يعني ايه سايكليك فاتيج؟ سايكليك فاتيج ملخص الكلام كده بالراحه وبص يعني عشان ما نطولش، سايكليك فاتيج ان الفايل انت اشتغلت بيه كتير فالفايل عمال يتعمل كده 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 لحد ما ايه بيتكسر من كتر الاستخدام. تورشنال ستريس بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ان الفايل وهو نازل في الكنال اهو، استنى لما نلغي دي خالص نسمع نصيحه الدكتور احمد شعراوي، نشيل دي عشان الصوره تكبر زي ما هي اهو، الفايل وهو نازل في الكنال يحصل ايه؟ يحصل ان الجزء ده بيبقى ماسك، يعني الجزء اللي هو اللي تحت ده بيبقى ماسك في الوول، فيحصل ايه؟ يحصل ان الجزء ده بطل يلف وباقي الفايل ده مطور مش هيقف. يعني الفايل لو ممسوك من هنا والماتور شغال، الماتور ملوش دعوه، الماتور ما بيفهمش ماشي، هيحصل ايه؟ هيحصل ان الفايل يبقى ممسوك من هنا وباقي الجزء اللي فوق ده عمال بيلف وده ثابت، يعني جزء ثابت وجزء بيلف هيسيب من بعض خلاص، بيحصل سيبريشن فالفايل يتكسر خلاص. لازم تعرف الحاجات دي، تعرف الفايل بيتكسر ليه عشان تعرف تتجنب ازاي. فانا عشان خاطر اتجنب فكره التورشنال ستريس دي ما ينفعش تجيب الفايل وتفضل سايبه عمال ينزل في الكنال، لان ممكن يكون ما بينزلش، ممكن يكون الجزء ده اللي ممسوك منه وباقي الفايل عمال بيلف لحد ما يسيب منك، تيجي تطلع بالكونترا تلاقي حموكشة لسه موجود تحت خلاص. طب ايه العمل؟
العمل ان انا عشان اتجنب القصه دي انا دايما انا شغال بالفايل بينزل وبعد كده بحركه، ولما باجي اطلع بيه بحركه ناحيه الاوتر وول، وكنا شرحناها قبل كده. يبقى ما بسيبش الفايل بتاعي عمال شغال طول النهار في الكنال واسيبه خلاص، لا، الفايل انا اشتغلت بيه وبدا ينزل في الكنال ما بسيبوش طول الوقت شغال، دايما بحركه لبره، انا اللي بسحبه، انا اللي بشيله من الكنال، يبدا ينزل يعمل انجيج، يدخل في الدنتين، يبدا يشيل، ابدا انا اطلع بيه. وساعات يعني مثلا مره في الثانيه الثالثه بطلع الفايل خالص وابص عليه اشوف ايه الدنيا، اشوف الدبريس اللي عليه، وعلى الجلافز اللي انت لابسه بتشيل الدبريس اللي موجوده وتعمل الاريجيشن بتاعك. تمام كده؟ يبقى وانت شغال بالجهاز، الجهاز ما يسرحش منك او تسيبه وتبقى يعني فاكر ان هو ما دام انا ظابط التورك والسبيد كده الدنيا زي الفل، لا، الدنيا مش زي الفل. مش معنى انك ظابط التورك والسبيد ان كده الدنيا تمام. خلاص؟ انا بعمل اب اند داون موشن بس ما ضغطتش. ماشي، مفيش مشكله، بس يعني انا مش الاسواق، مش هنفضل نعمل كده. يعني هو مش اتش فايل. مش كده، لا، انا الجهاز اشتغل وبدا ينزل، بقوم محرك، بدا ينزل تحت، ببدا اسحب، ببدا ينزل، ببدا اسحب، اسحب. خلاص، بس اب اند داون دي الموضوع هيبقى يعني ايه، ممل ان هو طول النهار كده 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 كده. لا، ماشي. طيب نكمل في السلايد بتاعتنا. يبقى اول خطوه بنعملها البريف ليرنج، بعملها بايه؟ يا اما اورفس اوبنر، يا اما انا اللي بقول لك عليه، يا اما انا بشتغل يا اما ب 25 في الكنال اللي هو النورمال، كنال وايد شويه 30، حاجه نارو ممكن 20 وممكن 15 كمان تبقى فوق. خلاص، ولازم تبقى فاهم القصه. البريف ليرنج ده مش مع اصل في ناس رابطه ان البريف ليرنج لازم اورفس اوبنر، مش هو حتى في لو شفت اي استادي مش هقول لك هات اورفس اوبنر اعمل بيه كورونال فريرنج، لا، هو بيقول لك اعمل كذا، تعمله بايه بقى انت تبقى فاهم. انا هو ايه الفكره كلها، ان الاورفس اوبنر هيوسع. خلاص، انا مش محتاج، انا عن نفسي احس ان انا محتاج التوسعه الرهيبه دي. خلاص، لان الفايل فعلا لما تمسكوه في ايديكوا كده تلاقي الفايل التبر بتاعه كبير، حتى الصوره اللي موجوده هنا ده فايل اورفس اوبنر، انا حاسس ان يعني الصوره مش موضحه. اورفس اوبنر بيبقى التبرنج بتاعه كبير، فهياخد منك اكسسوري كتير، ويعني هيدخلك في حاجات ملهاش لازمه. بدل ما تحط كون 25 ولا 2 هتلاقي نفسك عمال بتعبي. ماشي، حتى كان في الدكتور كان بيسالني من يومين، دكتور انا عملت حاله ولقيت نفسي حاطط الكون ومفيش سبيس حواليه. قلت له انت ما توصيتش بالاورفس اوبنر، وايه وعادي يعني، مش لازم ان انت يعني بما ان احنا جبنا السيره، مش لازم عشان تكون مفيش اكسسوار داخله جنبيه انك لازم تقعد تحشر، عادي، هو خلاص انت المطلوب منك تعمل سي، وان ما يكونش فيه سبيس، مفيش سبيس خلاص انت كده زي الفل. تمام، وانا بعمل فايل كله صوديوم، صوديوم خلاص. الاديتا دي احنا قلناها في الاريجيشن بروتوكول بعد ما بتخلص خالص. برجعوا بقى للمحاضره. طيب بعد كده بنعمل جلايد باس بايه؟ بنعمل جلايد باس بفايل 10، وانت بتعمل جلايد باس بتاخد اللينس بتاعك عن طريق الايه؟ الايبكس لوكيتر. باخد اللينس ازاي؟ بتركب الفايل زي ما جبناها من شويه، قلنا المكان اللي بيركب فيه الفايل والمكان اللي بتحط فيه بتاعت اللب دي، وبتبدا تدخل بالفايل لحد ان لحد امتى؟ بفضل انزل بالفايل بتاعي لحد انت عندك الفايل هيبدا يديك 3 2 1 وانت عمال تنزل كده. خلاص، لحد فين؟ لحد هتلاقي حاجه اسمها 0 0، وبعد كده الفايل الايبكس هتلاقيه بيدي لك سالب 1. خلاص، عند سالب 1 دي اقف وارجع تاني، لو ادالك 0 0 ادخل تاني ادالك سالب 1، يبقى انت هنا بدات تتاكد ان انت فعلا لسه يعني انت كنت عند الايبكس وبدات تعديه. ارجع تاني وادخل تاني، لقيته بيديك سالب واحد، ارجع ويبقى هو ده اللينس بتاعك وتظبط الاستوبر بتاعتك. طب انا ليه مش من اول مره خدت الموضوع على طول؟ لان وارد ان يكون فيه بالب تيشو او اي حاجه لسه موجوده في الكنال، فمن اول تاتش ليها راحت مدياك قرايه. ماشي؟ اديتك قرايه، يعني ممكن تبقى فيك. ماشي؟ فبالتالي بترجع تاني عشان تتاكد هل فعلا الدنيا مظبوطه والدنيا تمام ولا لا، وبتاخد القرايه بتاعتك، ويبقى انت كده عملت جلايد باس. خلاص، الوركينج لينس زي ما قلنا تيجي عند الزيرو زيرو 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 دي، وبعد كده تبص تلاقيه بيديك سالب واحد، ترجع تاني للزيرو زيرو، وانا بعملها مرتين او ثلاثه.
عشان اتاكد ان انا تمام. ماشي. بعد كده بنعمل ايبيكال فينيشنج. احنا قلنا في اول خطوه خالص في البريف ليرنج احنا اشتغلنا بالفايل وشلنا الكورونا وقسمنا الكنال تلت وتلت وتلت. انت الجزء اللي فوق خلصته وانت بتعمل اصلا بريف ليرنج، ففاضل لك ايه؟ فاضل لك شويه اللي تحت. خلاص احنا كنا واقفين لحد فايل ايه، لو انت شغال بأوفيس اوبنر يبقى فايل أوفيس اوبنر. بعد كده بيبقى عندك سيكونس في الكيت اللي انت جايبها بعد الأوفيس اوبنر، يا اما هتلاقي فايل 20 تيبر 4، يا اما هتلاقي في كتات بيبقى فيها فايل 15 تيبر 4. وتبقى انت عارف زي ما قلنا في البدايه ان الشركه دي ما عملتش سكيب للفايل ده، الفايل ده موجود عنده خلاص. ودي ميزه عشان تبقى عارف. اه انت هيبقى معاك عدد فايلات اكبر بس هي ميزه. خلاص. طيب انا نقلت من 15، لنفترض ان الكيت دي اللي انا حاطط صورتها وانا مش عارف هي ايه، عشان محدش بس يبقى يقول انا بعمل ده لحد، كلها صور من على النت كده سريعا سريعا يعني، لان بصراحه انتوا لسه محددين امبارح، فانا يا دوبك ايه قلت انجز نفسي واجيب اي حاجه. زي ما قلنا عندنا هنا في الكيت دي انا شايل الاورفس اوبنر، بعد كده هشتغل ب 20 تيبر 4 وابدا اوصل للوركينج لينس اللي انا محدده لسه من شويه، وبعد كده اعمل الريجيشن بتاعي، وبعد كده 25 الريجيشن 30. اقف عند ايه؟ اقف عند ايه في الايبيكال فينيشنج؟ انت عندك يا اما تقف، لو انت شغال بتيبر 6 فعادي انك تقف لحد 25 تيبر 6، انا بقول لك اقل حاجه تقف عندها، يا اما 30 تيبر 4 يا اما 25 تيبر 6. 30 تيبر 4 او 25 تيبر 6، دول اللي تقدر تقول ان انت كده عامل ايبيكال فينيشنج وتبقى متاكد ان انت عامل بريبريشن كويس. ليه؟ لان عند دول انت هتكون قدرت توصل الاريجيشن بتاعك ايبيكال عشان خاطر تبقى عامل ديس انفكشن للكنال. ماشي. انا بصراحه ما بحب يعني ما بحبش تيبر 6، ما بحبش تيبر 6، فانا حاطط تيبر 4. عند 30 تيبر 4 هنا تقدر تقول ان انت خلاص. طب 35 ده لنفترض ان الكنال اللي معاك وايد شويه، فانا عايز اوصل لاكتر من كده عشان ابقى متاكد ان انا عملت مينيمال ديبريدمنت وشلت الديبريدمنت اللي موجوده على الوول بتاع الكنال، ممكن اوصل ل 35 تيبر 4. يعني انت اللي بتحدد على حسب الحاله. يعني مثلا افترض في ديستا الكنال وهي 1 كنال في لور 6، الكنال دي بتبقى وايد. ماشي. ممكن اقف على كام؟ 35 تيبر 4. البلتا الكنال في الابر 6 ماشي والكنال وايد، لا هنا اقف على 35. تمام كده. في دكتور بيقول لي لازم ليكويد دام عشان القرايه تبقى صحيحه. لا يعني الليكويد دام ليه؟ انت ما دام عامل ايزوليشن كويس، الليكويد دام بستخدمه لما يكون فيه جاب في الرابر دام بتاعك وعمال يدخل لك سلايفا، فانت عايز تقفله فبتجيب ليكويد دام وتقفل بيه. لكن انت لو عامل ايزوليشن كويس بالرابر دام ومفيش حاجه بتدخل ولا بتطلع، مش محتاج ليكويد دام في حاجه، مش محتاج ليكويد دام في حاجه. طيب طب يا دكتور هدخل بالروفس اوبنر تلت الكنال ازاي؟ هحدد ادخله قد ايه من غير ما احدد اللينس الاول؟ الدكتور انا خايفه ان الفايل، يعني احنا قلنا ايه الروفس اوبنر ما بعملش بيه بريشر نهائي، الشويه اللي هو يقدر يدخلهم بيقدر يدخلهم وخلاص. وبعد كده انا بس عايز اشيل، بيبقى فيه ترانج يعني ترانجلر دنتين كده بريدج بتبقى موجوده بتسبب في كسر الفايلات، فانا عايز اشيل الترانجلر دي واعمل واشيل الاستريس اللي هيبقى على الفايل وهو بيدخل في الاول. طول ما انت مش عامله بريشر مش هيحصل معاك مشاكل، لما ما بتعملش بريشر مش هيحصل معاك مشاكل. طيب لو جبنا زي ما قلت فايل 25 او فايل 30 او فايل 20 تبر 4 هيدخل اكتر من كده. انا مش محدد لينس بس انا المفروض معايا بري اوبرتيف اكس راي فيها استيميتد لينس، وحتى معظم الناس مثلا ما فيش اكس راي ومش هعرف اصور اكس راي كتير، مش مشكله اشتغل على الاستيميتد لينس اللي انت عارفه اصلا. المفروض انت عارف مثلا التوس دي بيبقى اللينس بتاعها من كذا لكذا، لان احنا اصلا شغالين كورونا، احنا مش هنوصل للفول لينس عشان خاطر تبقى انت خايف ان انت تعمل تبوظ ال بدخله في الجهاز وما بعملش اي بريشر خالص، فبالتالي مش هيعمل لي مشاكل. والنقطه انا عايز اشيل، يعني مش شرط اللي هو تلت وتلتين، اللي هو احنا هنقسمهم بالظبط، يعني الموضوع مش حساب، احنا مش هنقسمهم بالظبط. انا بشغل اورفس اوبنر او انا بصراحه ما اشتغلوش 25 مثلا تيبر 4 معظم الحالات، بدخله في الكنال بتاعتي بدون بريشر خالص،
يبدأ يدخل معايا. مثلا لو انا شغال في لور 6 مثلا، انا ببقى مثلا انا بصراحه بصور اكس راي، فعارف مثلا اللينس 18 19، بظبط مثلا الفايل اللي هو ال 25، بشيل منهم ال 7 مللي بتوع الكراون، لو الكراون كله موجود 20 يبقى باقي لي كام؟ 14. اقسمهم على الثلاثه هتلاقي كام؟ انا مش شاطر قوي في الحساب. 15 على 3 على 5 يبقى على السبعة، يبقى مثلا على 12 13 ميل. لا انا ممكن ازود شوية ل 15 ما دام انا شغال بفاير 25 تبقى فور، لان هينزل معايا اكتر. في شركات، ما هو الشركات كتير واللعب فيها اكبر، انت المفروض تبقى عارف عشان لما تبقى ماسك الفايلات قدامك تبقى فاهم. خلاص، وهو فعلا حد كان بيقول بالحب كده بس مش عارف هو يقصد نفس الموضوع ولا لا. هو فعلا الموضوع بالحب كده، هنعمل بريف ليرنج بالحب كده، نشيل التلت اللي فوق خلاص كده. لو مش معاك اكس راي يبقى المفروض ان انت مثلا عارف ان مثلا القناين متوسط اللينس بتاعه من كذا لكذا فهشتغل على كذا، متوسط السنترال من كذا لكذا فهشتغل على كذا، متوسط اللور 6 من كذا، هي كده خلاص. لو انت مش عامل اكس راي، انا حتى على فكره في لايفات كان فيها فيديوهات ازاي بتعمل البريف ليرنج، يعني موجوده في اللايفات اللي فاتت. انا مش عارف في حاجه نسيتها ولا لا، بس عموما حتى لو نسينا حاجه نبقى نتكلم فيها تاني. اللي عنده، اللي سأل سؤال فوق وانا ما شفتوش يسأل تاني، احنا مع بعض 10 دقايق اهو، اللي عنده اي سؤال يحطه هنتكلم فيه، سواء في فايلات سواء في اي حاجه هنتكلم فيه. ها، اعرف ازاي ان الشركه السايز بتاعها ستاندرد؟ ان انت لما هتستخدم الفايل ده، اصل الموضوع فعلا معتمد على الاستخدام، هتستخدم الفايل ده وتخلص بيه بريبريشن وتيجي تحط الجتابركه بتاعتك هتلاقي الدنيا مظبوطه معاك وفي تاكباك وزي الفل. مفيش، يبقى يا مشكله في الجتابركه يا مشكله في الفايل، يتغير الجتابركه الاول وتشوف الدنيا فيها ايه، يا اما بتغير الفايل اللي انت شغال بيه. ماشي. طيب، في شركات بيقابل 35 تيبر 4 30 تيبر 4، يبقى الفايل هنا مش ستاندرد والشركه دي الشغل الفايلات بتاعتها مش كويسه. خلاص، ايه معنى الجلايد باس؟ الجلايد باس اللي هو الطريق اللي انا بعمله من اول الكنال لاخره عن طريق فايل 10، بعمل بري كيرف الفايل 10 موجوده في اللايف بتاع الكليننج والشيبنج، بعمل بري كيرف الفايل 10 وبدخل بيه لحد الوركينج لينس، وبعدي كمان بعمل نيجوشيت عشان خاطر حتى النص من النص الواحد اللي احنا بنسيبه تحت ده نبقى عاملين له بريبريشن. ايه فايده الايديت اجيل يا دكتور وامتى اقرر استخدامه؟ الايديت اجيل لوبريكانت يعني ايه؟ يعني زي بالظبط المفتاح لما يكون معصلك معاه كده احط له شويه زيت عشان يبقى سهل يدخل في المكان بتاعه. فهستخدمه امتى؟ لما الدنيا تكون معايا مش راضيه تمشي، بمعنى في نارو كانال وانا عايز فايل اسهل عليه القصه استخدم لوبريكانت. نارو كانال استخدم لوبريكانت. وهكذا بقى، يعني اي حاجه الدنيا مش ماشيه فيها والدنيا نارو معاك هتستخدم لوبريكانت. بعمل باي باس والفايل بينزل بالعافيه هستخدم لوبريكانت. تمام، اللي هو الايديت اجيل. دكتور الاندو صعب ومتعب مشاكله كتير، كل ده عادي بشويه مجهود هتبقى كويس، بس الاندو بس ايه؟ هي دي حقيقة، والإندو مش مجزي ماديا في العيادات، بس هل في عيادة ما فيهاش إندو؟ يعني هل أنت هتقدر تشتغل وأنت أصلا ما بتشتغلش إندو؟ مستحيل، بل بالعكس سمعة أي عيادة معتمدة على الإندو اعتماد، يعني مش عايز أقول لك مثلا ممكن من 70 من 60 ل 70% الإندو، فلازم تبقى كويس فيه عشان خاطر تقدر تمشي أمورك وتشتغل. تقف عند نهاية الأخضر ولا نص الأخضر؟ عشان ده سؤال حلو قوي، عشان بنخاف نبوظ الإيبكس بتاعت الرول. السؤال ده حلو قوي، ليه بقى؟ لان احنا زي ما قلنا الاجهزه صيني، فالصيني مش معظم الاجهزه اللي في السوق، يعني في ناس مش معاها اجهزه صيني، فازاي احدد هقف عند ايه بالظبط؟ احدد هقف عند ايه بالظبط عن طريق ان انت لما بتجيب ايبكس معين سواء اي من اي شركه انت جايبه، في البدايه بيبقى تحت التجربه. تحت التجربه من ناحيه ايه؟ في اجهزه لما بيبقى واقف عند الزيرو زيرو بيبقى كده اللينس مظبوط وانت سايب النص ملي، في اجهزه تانية 00 زيرو هتلاقيه فيه بيبقى معدي الايبكس اصلا، فهتبدا تظبط انت عند نص ابقى سايب نص.
فهمت القصه دي؟ يعني انت في البدايه بتصور اكس راي ورا جهاز الايبكس اللي انت جايبه، ما بتعتمدش عليه ان هو مش رحت جبت جهاز فالجهاز ده كده قرآن، لا خلاص في البدايه بتخليك شكاك وبتبدا تشوف الجهاز ده القرايه بتاعته مظبوطه فعلا. دكتور بيقول ما اشتغلش انفريت، والله ثواني احط الموبايل كمان في الشاحن. هي دي فكره ممتازه ان انت ما تشتغلش انت. فانت لازم تجرب الجهاز وما تثقش فيه في البدايه لحد ما يبقى مظبوط معاك وتبقى متاكد وعارف هو ايه الحلو فيه. يعني في اجهزه عند الزيرو زيرو تمام، في اجهزه تانية عند 1/10، في اجهزه عند نص، انت اللي بتبدا تظبطها مع الشغل. ازاي احدد اخر فايل اشتغل بيه كلينيكالي؟ اخر فايل اشتغل بيه كلينيكالي، تعالوا نبسط الموضوع. ولما بتيجي تشتغل مانوال انت بتعمل ايه؟ بتحدد الانيشال فايل بناء على اول فايل بيعمل معاك ريزيستنس. يعني ايه؟ يعني بدا يعمل بريبريشن في الكنال. طب انت جيت تشتغل في كنال ولقيتها وايد وفايل 15 و20 و25 سايح في الكنال اصلا، فبالتالي الفايل ده لازم هنا اقف عند 35. خلاص اقف عند 35، ولو 35 ما بيعملش معاك حاجه اشتغل مانوال بفايلات اكبر، وفي فايلات روتري اكبر من كده. خلاص يبقى بحدد بناء على الكنال نفسها وانا شغال فيها. طب كنال نارو، والسؤال ده حلو برضو، كنال نارو يعني مثلا في الام بي 2 احنا قلنا اللي بنقف عليه في الشغل 25 تبر 6 او 30 تبر 4. طب انا شغال في ام بي 2 والكنال نارو خالص، لازم اوصل ل 30 تبر 4؟ لا، ممكن هنا اقف عند 25 تبر 4. ليه؟ بدل ما اوصل لل 30 واكسر الفايل، لا انا اقف عند 25 واعمل اريجيشن كويس واعمل له اكتيفيشن وتمام. سيفيرلي كيرفت كنال فيها كيرف صعب قوي، وانا عارف ان فايل 30 مش هيمشي معايا، ممكن اقف عند 25 تبر 4. تمام كده؟ بوصل مانوال؟ لا، الكلام ده قديم، مانوال ل 25 والكلام ده، ولا سيبك من الكلام ده. انا لما باجي اشتغل بعمل بريف ليرنج فايل 10 وبنبدا في الروتري على طول على طول. ماشي، هو فايل 10 بس، وبعد كده بشتغل بس بجيب كتات يكون التبرنج بتاعها معقول، يعني مش بعد فايل 10 ادخل فايل 25 او 20. خلاص بعد فايل 10 بشتغل على طول روتري، ما اشتغلش بقى مانوال و10 و15 ووصل ل 20. هتلاقي فايل 15 و20 اصلا مكسور معايا. وانا مش بعرف اقف على فايل ايه وانا شغاله في كل كنال. الموضوع بسيط، انا شغال في كنال، احنا قلنا اقل حاجه 30 تبر 4 و25 تبر 6، ده في العادي لو الكنال مش ام بي 2 نارو قوي او مش سيفيرلي كيرفت كنال وكنال عاديه. اقل حاجه تقف عليها 25 تبر 6 و30 تبر 4، دول اقل حاجه. طيب ايه اكبر حاجه؟ اكبر حاجه بناء على الكنال اللي انا شغال فيه. فايل 20 لقيته بيطلع لما بطلع، مش احنا قلنا من شويه وانت شغال بتقعد تطلع الفايل؟ تعالوا نلغي بتاع الصوره دي خالص. انتوا تبقوا شايفين مش احنا قلنا من شويه ان وانا شغال بطلع الفايل وابص عليه؟ طب انا لما بطلع الفايل من الكنال لقيته شايل دنتين اهو وبدا يعمل بريبريشن في الوول، خلاص يبقى انا بدات اعمل بريبريشن في الوول والفايل شغال معايا، يبقى مش لازم ازود عن كده. طب انا بطلع الفايل لقيت عليه بس انفكشن، اللي هو شويه التوس مثلا نكروتيك وعليه انفكشن وما بيعملش اي حاجه في الوول، يبقى انا محتاج اكبر من كده. يبقى بناء عليك وانت شغال دي مش هقدر اقول لك اقف عند كذا ما تقفش عند كذا. انت وانت شغال الفايل بيعمل بريبريشن معاك، وعملت بريبريشن وفايل والتاني، خلاص تمام كده. اقف عند فين؟ اقل حاجه 30 و 35 تبر 4 و25 تبر 6. طب الفايل ما بيعملش حاجه و30 ده حتى برضو ما كانش بيعمل بريبريشن كويس، اطلع ل 35. خلاص تضحك في الجنه سهل. طب ازاي اخد تعبي؟ اعمل انه بتعرجي، اعمل له كراو، اعمل اي حاجه، اتصرف، طلع من يعني حاله الاندو واعمل لها شويه اوبرت، يعني شغل نفسك. ماشي، مع ان انا مش الناس بتعرف تشغل نفسها قوي، بس هو ده غلط. يعني انت انا بتجي لك المفروض تعمل دياجنوزز بتعرف كل اللي عندها، بس هو بيبقى دايما جاي لك عشان البين ده حاجه من اتنين، يا اما يعمل اندو يا اما يخلع، وحالات الاسياتيك. فاحنا بنتكلم على جزء الاندو اللي هو معظم الحالات، خصوصا الناس في البدايه
انت يعني سوري، مش اول ما هتشتغل هتروح عياده كلاس ايه ويجي لك مش لا، هتروح كفر ابو معزه، فلازم تتعلم الحالات اللي هتجيلك في كفر ابو معزه. هيجي لك ايه في كفر ابو معزه؟ هيجي لك حالات الاندو، واخلع دكتور صح ولا انا غلطان؟ فلازم تتعلم اندو عشان خاطر تبدا حياتك. بلاش الناس تسرقك، واللي هو هتعمل وهتعمل وهتخلي. انت في البدايه زي ما كل الناس في البدايه بتشتغل الاساسيه، اللي هو ايه؟ الاندو والجراحه مهمين جدا جدا جدا، اكتر حاجتين مهمين في عيادتك الاندو والجراحه. حالات الخراجه والنكروتك اعمل لها حالات الخراج والنكروتك. المشكله فيها مش في الميكانيكا، المشكله فيها في الاريجيشن. وارجع بقى البتاع بتاع الاريجيشن، في لايف كده كان عن الاريجيشن او كليننج والشيبنج، ارجع له بقى تلاقي فيه القصه دي. هو معنى لقيت فلوس ده، معنى لقيت فلوس عليها ريمننت ده وركينج ويتس. انت بتوسع، ايوه انت بدات تشيل، بدات تعمل بدات تعمل مينيمال ديبريدمنت وتشيل من الكنال، وهو ده المطلوب، هو ده المطلوب. بس ان انت ما تشيلش كتير، عشان كده انا ما بفضلش الاورفيس اوبنر، لانه بيشيل زياده عن اللزوم وانا مش محتاج. خلاص. انا الفايلات في الكيت بتاعتي 3 بس اورفيس اوبنر و25 تيبر 6، لقيت انهم مش بيدخلوا، وام موزي بكر و30 تيبر 4 و30 تيبر 6، جربت اشتغل عليهم. ايه الحل وقتها؟ ان ايه للتيبر 4؟ ما انا عشان كده بقول فايلات تيبر 6 انا ما بحبهاش، لان لاسباب كتير. مبدئيا بتعمل فولس تاك باك، ساعات يكون ساعات لما بتدخله بيبقى عامل تاك باك من فوق، لكن هو من تحت سايب. تخيلوا بالظبط كده ان انت وقفت الايبيكال فينيشنج بتاعك على فايل 25 مانوال، ما هي التيب واحده خلاص قليل. ما انا في كفر. طب ما انت عارف اهو انت في كفر ابو معزه، ما تشغل الشغل بقى. يعني انت زعلان ليه؟ ما احب الدنيا اللي انت فيها. حتى مش لاقي الشغل في كفر نعمل لايف نشوف فرص شغل. معلش، هي في الاول الموضوع، والله بصوا في الاول الموضوع بيبقى صعب، لازم بيبقى فيه شويه بهدله. يعني كل مش عايز يعني اشتغلت في اماكن اقل من كفر ابو معز، بس ما حدش، وفي يعني مش عايز، ما بحبش اقعد احكي مقاسي ورحت وعملت وخليت وكافحت واشتريت وبعت وجبت، ما بحبش القصص دي. بس هو يعني هي دي الحقيقه، هو انت لازم تروح اماكن بعيده وصعبه. مش عايز اقول والله، العياده اللي كنت بشتغل فيها كنت بركب لها مواصله يجي ساعه وربع. اول عياده اشتغلت فيها ساعه وربع وراجع ساعه وربع، بس الحمد لله كانت عياده شغاله للامانه. يعني برضو الواحد بيقول المميزات والعيوب، طبعا كان تجهيزها تعبان خالص، كلمه تعبان قليله على الموضوع. بس كان فيها شغل، كان فيها شغل محترم يعني، فالواحد اتعلم. بكون وقفت عند ماستر فايل 30 مثلا، استخدم ماستر كون 30 ولا ربع؟ لا طبعا 30، لما فايل 30 اجيب ماستر كون 30 زيه بالظبط. جايب معايا تاك باك تمام، مش جايب يبقى نرجع بقى لمحاضره الاوبتيوريشن صح؟ كلها ثانكس جد بكت معاكم. ماشي، عاوزين والله انا نفسي عايز شاي. ايه انت بتاع المانجا ولا كنت عايز ايه؟ فراوله. طب ايه اسهل طريقه اشيل بيها الجتابركه في حالات العاده؟ خلونا دي بقى نعمل لها لايف لوحده، يعني خلونا في حدود الحاجات بتاعت النهارده. ماشي، ربتش انت مش ملحقتش بقى يا ابو حميد، وبعدين تعوضها مرة تاني، نظبط يوم تاني ونيجي نشرب شاي في المنصورة تاني ونقعد مع الناس ونقابلهم ونتكلم معاهم. هو الانترا كانال ميديكيشن مهم ولا ممكن اكتفي بالاريجيشن؟ على حسب، انا بحط انترا كانال ميديكيشن لما اكون مش قادر انش، يعني مهما اشتغل في بص بيخرج معايا خلاص، فبحط انترا كانال ميديكيشن واسيبه وبعد كده برجع تاني اشتغل. يعني انا بحطه، مش معنى ان التوس، اصل حد قال لي مره التوس نيكروتيك حطيت انت، طب ما التوس نيكروتيك ايه المشكله؟ يعني ما دام ما فيش بص وانت قادر تنشف الكنال، حط انت كلام ميديكيشن ليه؟ اول عياده اشتغلت فيها كانت يونت من ام جي تقريبا. انت ممكن تكون رحت نفس العياده، كانت نفس جي بي بلاك بورد. في كورسات قريب؟ ايوه ان شاء الله، في اكتوبر ان شاء الله، وفي كفر الشيخ،
وفي مدينة نصر إن شاء الله. في أكتوبر هيبقى في 12 غالبا، يعني في أول 12، وكفر الشيخ قريب يعني هيبقى في كورس حتى بتاع كفر الشيخ، هيبقى بيزك وأدفانسد وكل حاجة يعني من A to Z. وبرضه إن شاء الله أكتوبر يبقى قريب، بس إحنا يعني أكتوبر لسه ما أعلناش عنه يعني، سواء الدكتور أمجد بيظبط، وإن شاء الله يبقى فيه أكتوبر وفيه في كفر الشيخ حاليا. ريتريتمنت فايل او اوتش فايل خلوها لايف لوحدها، عشان الريتريتمنت ده بصراحه طويل يعني، ما ينفعش نقعد بقى ايه، في حالات فايل، في حالات بالروتري، وفي حالات بعملها بالاتش فايل على حسب الحاله يعني، ما ينفعش اقول ده او ده، حاله محتاجه ايه بعمله. طب لو اشتغلت روتري بتيبر تول يا دكتور ينفع اعمل اوبيريشن بجتابركه تيبر تول عاديه؟ صعب، لان صعب تجيب تاكباك، صعب تجيب تاكباك للأمانة. أنا ما جربتش مقدرش أفيدك، بس لو اشتغلت بالجتابية هو الموضوع إن أنت تبقى فاهم أنا محتاج تجباه، ومحتاج إن الجتابركة بتاعتي تكون عاملة سيل إيبيكالي، تمام كده؟ طيب ال 30 التيبر 2 جايبة معاك تاج باك، خلاص كمل وزود اكسسوري وقفل، لكن ما فيش تاج باك خلاص انسى. ماشي، حد عايز يسأل أي سؤال تاني؟ بحس إن إحنا طولنا وفي ناس هتلاقيها عايزة تنام بقى. حد عايز يسأل أي سؤال تاني؟ أنا عارف إن إحنا طولنا على ما عملنا اللايف ده، واللايفات اللي فاتت كانت بقالها فترة طويلة، بس معلش اعذروني، بس إن شاء الله يبقى في حاجات كتير المرة الجاية. ولو مفيش فلوس هقول لك ايه، اشتغل مع منو لو مفيش فلوس خالص، وفر بقى بس هو انا ما بقول لك اللي فيها، هو جايب معاك تاك باك خلاص، كم هات حط جتابير كاتيجوري 2، عايز تظبطها انت ممكن تظبطها على فكره، ممكن تقص شويه بتاع لحد من انت مثلا حطيت الكون التيبر 2 وصل للفول، انت مش جايب معاك تاك باك، ممكن تقص منه حته تدخله تاني لحد ما يجيب، اهم حاجه يجيب تاك باك ويكون واصل للفول لينس، الكون يكون جايب تاك باك واصل للفولينس، دول اهم حاجه. شغاله في رات تيبر 6، اقفل جتابيركا تيبر 6 طبعا طبعا طبعا، مستحيل تجيب تاك باك، لان التيبر هيكون اصغر، ومش مستحيل عشان بس انا ما جربتش، بس بقول مش مستحيل، وانا عارف انا بقول ايه ليه، لان هو الفكره التاك باك في الابيكال اللي هو النهايه بتاعته، هما النهايات واحد، الفايل 30 والسايز بتاعه 30 والجتابيركة 30، الفرق في موضوع التيبر ده انه لما بتيجي تطلع لفوق الكون حجمه بيزيد، في التيبر 4 اعلى من التيبر 2 الضعف، ماشي، لكن الابيكال بتاعه واحد، ومن هنا نفس حجمه من هنا بالظبط بالظبط من ناحية الابيكال، فممكن يجي بس مش هيبقى زي ال 30 تيبر 4 خلاص، لان بعد ما هيطلع مني هيبدأ الفايل الجتابركة سوري في التيبر 2 هتبقى لسه رفيعه، لكن في التيبر 4 بتبقى اعلى، والفايل اللي كان شغال بيه تيبر 4 فهيبقى اعلى، فبالتالي التاك باك مش هيبقى زي الجتابركة التيبر 4، بس ممكن يبقى فيه. انا كويس جدا في المانوال، بس على الله حكايه في الروتري مفيش لينك ليك، فيه لينك على البروفايل بتاعي فيه من اول البيزكس المانوال لحد النهارده، شوف بقى اتفرج براحتك في كل حاجه، لان لو انت جبت الروتري وعايز تعرف ان النهارده شرحنا الاجهزه، طريقه الشغل بيهم موجوده، في لايفات موجوده فيها كل الحاجات دي. في حد محتاج اي حاجه مني تاني النهارده؟ من يعني ما نكونش بقى يعني كانش دمنا تقيل، واللايف يكون الناس انبسطت منه واستفادت، واشوفكوا تاني على خير ان شاء الله. في حد محتاج اي حاجه تاني يسال في اي حاجه؟ عموما اللي محتاج يسأل في حاجة العنوان ما يتوهش، فيسبوك اهو، ادخل اسأل زي ما انت عايز، حاجة اللي انت عايزها ادخل اسأل فيه، بس عشان نقفل اللايف. انا مبسوط ان كنت معاكم النهاردة، واشوفكم تاني على خير ان شاء الله، والفيسبوك معاك اهو، حتى الناس اللي هتشوف اللايف بعد كده اللي محتاج يسأل في اي حاجة بخصوص اللايف معاك الفيسبوك اهو، في اي وقت اتفضل انا تحت اهو. تأمروني بأي حاجة تانية؟ تصبحوا على خير بقى.